أطلق المجلس المحلي لمدينة الدانا بريف إدلب الشمالي مشروعا جديدا لصيانة شبكة المياه في المدينة وإعادة ضخها إلى المنازل بعد انقطاع دام لخمسة سنوات نتيجة تعطل الشبكة والآبار، فضلا عن التوسع العمراني والازدياد السكاني الكبير داخل المدينة، الأمر الذي جعل بنيتها التحتية غير قادرة على الاستيعاب، فكانت مشاريع جديدة ومنها ضخ المياه. هو الهدف من المشروع هو إيصال المياه لكل منزل في مدينة أدانا بسبب ارتفاع سعر صهريج المياه وتردي الوضع المادي للأهالي والكثافة السكانية في مدينة أدانا نتيجة النزوح لإرواء أكثر من 150 ألف نسمة في مدينة أدانا. بدأ العمل بإجراء دراسة وتقييم للمشروع وعدد السكان من قبل الجهة المنفذة، وتم إنشاء وحدة مياه في المدينة تتألف من مختصين خضعوا لدورات تدريبية للإشراف على العمل، وسيشمل المشروع خطة توسيع للشبكة لتمتد إلى مناطق العمران الجديد، كما سيتم صيانة جميع نقاط التفتيش والصمامات وإنشاء نقاط جديدة، بالإضافة إلى تزويد الشبكة بالمضخات النضدية ومادة الكلور المعقمة لتصل المياه الشرب إلى كل منزل. تجهيز بئر في مدينة الدانا، صيانة اللوحات الكهربائية مشان تكون يعني جاهزة للعمل، في مولدة 365 كافئة كمان بدنا نعمل لها صيانة، ونقدم مواد التشغيل من زيت لمازوت لقطع تبديل. من أحد البنود توسيع الشبكة بالدانا تقريبا بحدود 3300 متر. المشروع سيشمل مناطق تل الكرامة وتل عاد المجاورتين للدانا، ومن الممكن مستقبلا أن يمتد لمناطق أخرى خاصة التي تشهد توسعة في العمران وأعداد السكان، وتكون هذه المشاريع بالتنسيق بين المجالس المحلية والجهات الممولة. الحاجة الملحة لمياه الشرب وارتفاع سعرها دفع المجلس المحلي في مدينة الدانا إلى البدء بعملية صيانة الشبكات المياه لتصل هذه المياه إلى كل المنازل داخل المدينة. محمد فيصل، أورينت نيوز، مدينة الدانا، ريف إدلب.